بيضطر الإنسان ليمر بشدة ورخاء وكذا. إذا كان مؤسس الأساس الصحيح ما بعود بوقف عند صعوبة الأيام. الحكم تبعي حكموني وقتها 9 سنين ونص، بس القاضي دمج الحكم فأصبح 5 سنوات، وكان عم يحكمني وكان معي الأستاذ أنور البني واقف إلى جانبي هالبطل الكبير. ما في يعني مهاودة أبدا، يعني أنت بس حطيت الخوف انتصر العدو. كان فرده قدامه، أنا عمل له، أنا أول ما خانقته قلت له حمل فردك بإيدك ودافع عن حالك، أنا مستني ليحمل الفرد، بدي خط، بدي فضي البارودة براسه، بس ما كان يحمل الفرد. الخليوي أول واحد بيطرح الخليوي بمجلس الشعب السوري هو أنا. هن قالوا لي، كلهم قالوا، قال أنت عم بتروح على الانتحاب، صندوق العائلة ما بصير حدا يقرب عليه. اشتد الفقر، اشتد الفساد، اشتد التسلط على المواطنين، هناك أشخاص يمتصون خيرات من أبناء الوطن. نتمنى منك المعالجة يا سيادة المجلس. شو قال لك؟ قال لي ما يقولوا لي، قال لي ما يقولوا لي، بس الملف الحلقات ما عم تكتمل. قلت له أنت بشر، إذا أخطأت بدنا نقول لك أخطأت. هو يعني شعر بحقبة جديدة جاية بده يتبادل. أنا بالنسبة لي جاهز لآخر لحظة بحياتي، طالما بمشي، طالما عقلي شغال، سوريا هي قلبي وروحي والشعب السوري كله بكل أطيافه. قبل 10 سنين بالقاهرة قال شو طموحك؟ جريدة الشرق الأوسط. قلت له طموحي بس هالعالم هذا يحملني بمقشة، بدي انزل بمقشة طوعية، خلي الشعب السوري كله يحمل مقشات وننزل نكنس وطننا. بدنا نبني وطننا، مو شغلتنا شغل كراسي، مو ان عم يشوفونا انه بيرقدوا من السفارات لسفارات، هدول خاص ما بيمثلوا الشعب السوري. نحن بدنا نخلي، نحن ندعم هذا الشباب، هذا الشباب نقول له روحوا، نحن معكم خدامكم، نحن انتوا اللي صنعتوا الثورة. حرية قادمة، الشباب السوري بده يصنع حريه.